خنغراني ببيوتني مشيرين ببنغمة اسواب ونوتي انو نوت امين. نستكمل لقائنا النهاردة في اسرتي ايقونة في الكنيسة عن فصل الانجيل الذي يقرأ علينا في سر الاكليل المقدس. هذا الفصل الحقيقة له هدف روحي ولاهوتي عميق جدا في حياتنا وفي الاسرة المسيحية. من انجيل معلمنا متى اصحاح 19. لكن قبل ما نقرا الانجيل الكنيسه بتحط لنا ايقونه صغيره كده حلوه خالص، وهي المزمور، مزمور الانجيل. والمزمور، مزمور الانجيل في سر الاكليل واخد من مزمورين، مزمور 18 في الطبعه القبطيه او 19 في الانجيل اللي بين ايدينا، ومزمور 128. اتخذت آية من المزمور ده من النور وتحط مع بعض ليكونوا مزمور هذا السر، مزمور إنجيل هذا السر. مثل العريس الخارج من خدره يتهلل مثل الجبار المسرع في طريقه. هذه الآية بتشير للسيد المسيح، هو العريس الذي يرتبط بالبشرية في سر الخلاص وفي سر التجسد. ولكن الكنيسة تاخد هذا المعنى وتقوله لنا في الأسرة ليه؟ ليكون مبدأ الارتباط بين الزوجين هو على مثال المسيح ومحبته للكنيسة. الآية الثانية من مزمور 128 تقول امرأتك تكون كالكرمة التي تزهر في جوانب بيتك وبنوك مثل غروس الزيتون محيطين بمائدتك. وهنا الكنيسة بتربط العريس والعروس أو الزوج والزوجة من خلال الزوج يذكرنا بالمسيح المنتصر، والزوجة تفكرنا بحياة الفضيلة والبر والمحبة والثمار الروحية. الثمار هنا ثمار روحية وأيضا ثمار جسدية. الثمار الروحية في الفضائل التي تنمو فيها الأسرة، والثمار الجسدية في الأبناء الذين يعطيهم الرب للأسرة. بعدين بندخل في تعليم السيد المسيح عن الزواج من خلال إنجيل متى إصحاح 19. لما أكمل يسوع هذا الكلام جميعه انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. بتجيب لنا الأول الحدث مرتبط بقوة المسيح على الشفاء، والمسيح القادر على الشفاء وعلى علاج ضعفات الإنسان، قادر على أنه يربط الأسرة برباط روحي مقدس بعمل الروح القدس. جاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له، الفريسيون بيحاولوا يمسكوا خطأ على المسيح، فجابوا له مثل، هل يحل للرجل أن يطلق امرأته من كل أجل كل سبب؟ فأجاب وقال لهم إنهم يتكلمون على الطلاق، على الانفصال، على الانقسام. لكن السيد المسيح قال لهم لا، تعالوا نشوف إرادة ربنا إيه. أما قرأتم إن من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، اللي أنتوا بتقولوا ده ضد إرادة ربنا، لأن إرادة ربنا واضحة ومعلنة من البدء إن الله خلقهم ذكرا واحدا وأنثى واحدة. فليس في المسيحية تعدد للزوجات، وليس في المسيحية سوى الارتباط الواثق من نعمة ربنا، والارتباط الموثق أيضا بنعمة ربنا، والارتباط المبني على نعمة ربنا. خلقهما ذكرا وانثى، وقال من اجل ذلك يترك الرجل اباه وامه والتصق بامراته. العباره التي ذكرت في سفر التكوين اصحاح 2 يؤكدها السيد المسيح في العهد الجديد ايضا، ليكون الاشاره الى هنا. في الحالتين، في العهد القديم وفي العهد الجديد، الزواج المقدس المبني على حياه مسيحيه وعمل الروح القدس هي اراده الله. اراده الله للانسان انه يثمر ويكسر ويشترك مع الله في الخلقة، يشترك مع الله في الإنجاب، لأنه عن طريقهم الله بيخلق بشرا جددا. يلتصق بامرأته إشارة أيضا للوحدانية الكاملة، ويكون الإثنان جسدا واحدا، إذ ليس بعد إثنان بل جسد واحد. وهنا الكنيسة في هذا الفصل من الإنجيل بتحط لنا المبدأ العقيدي واللاهوتي في سر الزواج.
معلمنا بولس الرسول كلمنا عن العلاقة بين الزوجين، وهنا ربنا يسوع بيقول لنا إن العلاقة دي مبنية على إن الله نفسه قدسها، الله نفسه جمعهم، الله نفسه ربطهم ببعض، فيكون هذا الارتباط قوي وثابت، هدفه يرضي الله ووصية ربنا تساعده أن يحيا حياة مقدسة ثابتة في المسيح. الله يعطينا هذا، وإلى لقاء آخر في أسرتي أيقونة في الكنيسة.